هنكمل بقيه الحاجات اللي اتكلمنا عليها على الابلكيشن بتاع الفيزيولوجي اوف ذا منسترول سايكل. فعندنا في الهايبر برولاكتينيميا والهرشيتس والبي سي او اللي هو اهم موضوع عندنا في الجاينيكولوجي. هنبتدي بالموضوعين الصغيرين دول اللي هو هايبر برولاكتينيميا وهرشيتس. يعني ايه هايبر برولاكتينيميا؟ اسمها انكريز برولاكتين ليفل اباف، فده يبقى رقم لازم نبقى عارفين. قليل على فكره الارقام اللي احنا هنبقى محتاجين نبقى عارفينها في النساء. هو المايك كويس ولا في مشكله؟ فده من الارقام اللي احنا محتاجين نبقى عارفينها اللي هو البرولاكتين ليفل بتاعنا قد ايه. لو حد ممكن بس يظبط التون، المايك كويس ولا انا بس اللي متضايقه؟ في حد متضايق من المايك مش عارف يسمعني؟ مين شايف المايك كويس؟ اوكي طيب. اما ما هو اكيد الناس هتبقى متضايقه، بس طالما ان هو يعني فيري ماينر خلاص، ما هعمل ايه بدل ما اضيع وقت زي المره اللي فاتت، وبعدين بخلصكم متاخر وانتم بتتضايقوا فكده احسن. فهايبر برولاكتينيميا مهم الرقم ده نبقى عارفينه اللي هو 29 نانو جرام بر مللي. حد يقعد جنب المايك بس يظبط التون. ممكن اللي هم هتلاقوا كلمه مايك. على فكره انا برضو قعدت اقرا لقيت كلمه مايك مكتوبه وكذا مايك، فانا مش عارفه هو ده انهي واحد. فانت كده علي او قلل التون لحد ما انت كده ده عليك. اصل في دوايه كده تون. ايوه البرولاكتينيميا الليفل بتاعنا ماكسيمم ليفل هو 29 نانو جرام بر مليليتر. خلوا بالكم بيختلف من معمل لمعمل، فبالتالي ابقى بص على الريفرنس. لكن في مصر معظم في مصر انا بتكلم على جمهوريه مصر العربيه المعامل، فلما قلت لكم بيختلف من معمل لمعمل قصدي جوه مصر ولا بره مصر. يعني لو واحده جايه من دول اخرى وجايبه لك البرولاكتين ممكن يبقى القياس بتاعه او الكيس بتاعته مختلفه، لكن في مصر كله هتلاقيه بالنانو جرام بر مليليتر اللي هو 29 نانو جرام بر مليليتر، ده الماكسيمم الاكسبتبل ليفل. طيب فلو البرولاكتين عالي ايه البرزنتيشن اللي ممكن تيجي بيها؟ امنوريا، لان لو البرولاكتين عالي ده بيعمل لنا انهبيشن للاكسس كله الجينر اتش، فبالتالي ممكن تجي لنا بامنوريا. ايه تاني؟ جالاكتوريا، منطقي جدا امنوريا جالاكتوريا، لان البرولاكتين ده اللي هو بتاع الميلك فورميشن، خلاص هيزود الميك فورميشن طالما ان هو عالي، فبالتالي هتيجي تشتكي من جالاكتوريا. فاللي عندها هايبر برولاكتينيميا ممكن تيجي تشتكي من جالاكتوريا. طب سؤالي، كل اللي عندهم جالاكتوريا لازم يبقى عندهم هايبر برولاكتينيميا؟ يعني لازم البرولاكتين بتاعهم يبقى عالي؟ زي مين؟ زي ايه؟ ايه الكونديشن اللي ممكن يبقى واحده جايه بتشتكي من جالاكتوريا او عندها جالاكتوريا او في ميلك سكريشن من البريست؟ لو عملت اكسبريشن كده تلاقي انه في ميلك نازل، لكن لو استيل هالبرولاكتين هتلاقيه مش عالي. البريست فيدنج اللاكتيتنج لو استيل هالبرولاكتين هتلاقيه عالي ولا لا؟ عالي طبعا، عالي طبعا، عالي جدا. ده ايفن ديورنج بريجننسي بيبتدي البرولاكتين يعلى، وحتى من الشهر الرابع كده في الحمل تبتدي يبقى في ميلك اكسبريشن كده فروم ذا نيبل واسمه كولوستروم. يعني طبعا بيبقى عالي، لا طبعا during pregnancy و during lactation breast feeding البرولاكتين بيبقى عالي وبيبقى عندها جالاكتوريا. طب امال مين اللي ممكن يبقى عندها جالاكتوريا لكن تيجي تقيس تلاقي البرولاكتين بتاعها مش عالي؟ بالظبط، لو حد عنده thyroid disease. thyroid disease احنا قلنا ان هو hypothyroidism هي increase TRH، و TRH عنده prolactin like action، فبالتالي ده يبقى برولاكتين لايك اكشن. لكن تيجي تقيس البرولاكتين تلاقيه نورمال. طب امال هي ليه عندها جالاكتوريا؟ عشان في حاجه ثانيه بتاكت، فعشان كده يبقى ساعتها انت عندك مشاكل ثانيه يا مدام. لا ما عنديش. لا ما بتاخديش ادويه لحاجه؟ اصل الغده مش متظبطه وباخد لها مش عارف ايه. طب اعمل لنا بقى تحليل الغده، لانه غالبا هتلاقي ان الجالاكتوريا اللي هي عندها دي نتيجه لان هي الثايرويد بروفايل بتاعها مش متظبط ومحتاجه مثلا نزود الدوز بتاعه الالتراسون. ففعلا ده اكزامبل كويس ان هو عندها هي جالاكتوريا لكن البرولاكتين ليفل مش عالي. ايه كمان؟ ايه كمان وحاجه مهمه انكم تقولوها للبيشنتس لو هي ماشيه على ادويه معينه؟ اسمع ما انا قلتها. ها؟ سايد افكت بتاعت ميديكيشن. بالظبط كده، سايد افكت بتاعت ميديكيشن بالذات السايكوتروبيك دراجز والانتي سايكوتيك دراجز وكده، فهم فعلا بيعملوا
طيب but not all cases of galactorrhea are associated with hyperprolactinemia. ودي معلومه مهمه ودي كلمه مهمه خلاص، لان ممكن تبقى جايه لك بجالاكتوريا لكن تعملها برولاكتين ليفل تلاقيه نورمال. طب هتقول لها ايه؟ طب ما هي شي از كومبلينينج، يبقى دور على بقيه الاسباب. عشان كده الاسباب بتاعتنا والايتيولوجي بتاعنا ممكن طبعا فيزيولوجيكال زي ما انتوا قلتوا كلكم اللي هو during pregnancy او during lactation، ده فيزيولوجيكال. وهي هتقول لك ان هي مثلا حامل او بترضع او whatever، فعشان كده لسه عندها. او ممكن تكون بطلت رضاعه، يعني هي فطمت البيبي كويس بس ما خدتش حاجه تنشف اللبن او كده، فبرضه البرولاكتين هيفضل عالي. عشان كده لو هي قررت تبطل رضاعه لاي سبب من الاسباب، يعني بعد مثلا 3 شهور 6 شهور عايزه تنزل الشغل whatever كده، فممكن يبدا في ميلك اكسبريشن، تيجي تقول لك انا بينزل لبن من صدري. يا ستي انت بترضعي؟ لا. طب مش عارف تاخدي ايه؟ لا. طب لا. طب ابنك عنده قد ايه؟ ده عنده كذا. طب انت فطمتيه من امتى؟ بقى لي يومين اهو. مش يعني طب ما هو يبقى انت لسه بترضعي. كونك انك انت فطمتيه ده مش معناه ان البرولاكتين ما بقاش، فده لسه فيزيولوجيكال. فهي محتاجه تاخد ميديكيشن عشان تستوب الميلك فورميشن وتستوب البرولاكتين سيكريشن. دراجز از سايد افكت اوف ميديكيشن برضه دي من الاسباب اللي تعمل لنا جالاكتوريا. بيتيوتري مايكرو ادينوما وماكرو ادينوما، ودي خدناها اتكلمنا عن الادينومات سواء كانت مايكرو ادينوما او ماكرو ادينوما. ايه الفرق بين المايكرو والماكرو؟ بالظبط سنتي او 10 ملي. 10 ملي هو نفسه سنتي. لو اقل من سنتي او اقل من 10 ملي اسمها مايكرو ادينوما، لو اكتر من سنتي او اكتر من 10 ملي ده اسمها ماكرو ادينوما. ليه فرقنا بينهم؟ هل مهم ان احنا نفرق بين المايكرو والماكرو؟ عشان مانجمنت مختلف. اي حاجه ليها مانجمنت مختلف يبقى لازم نفرق بينها. اي حاجه المانجمنت بتاعها واحد مش فارقه خالص افرق بينها ليه، ما هو المانجمنت واحد. انا المهم عندي انا ليه بدايجنوز وايتيولوجي وسيمتومز وكلام من ده؟ عشان المانجمنت، عشان ادي مانجمنت ايه اللي ست اعمل لها ايه. فلو هو اللي هعمله لها واحد خلاص مش فارق ان انا افرق بينهم. لكن هنا طبعا هيختلف. لو هي مايكرو ادينوما اقل من سنتي دي ما بتعملش سيمتومز بتاعت انكريز انتراكرينيال تنشن لان هو حجمها صغير ولا بتعمل فيجوال فيلد افكشن ولا كده، فبالتالي بتمشي باي ميديكيشن وحجمها صغير فكان ريسبوند تو ميديكيشن فبدلها ميديكيشنز اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لكن لو كان حجمها اكتر من سنتي دي ممكن تعمل لنا انكريز انتراكرينيال تنشن وسيمتومز بتاعت انكريز انتراكرينيال تنشن بلس افكشن للفيجوال فيلد. فعشان كده بنعمل لها سيرجيكال تريتمنت او سيرجيكال كوركشن. وطبعا دول دكاتره بقى الانف واذن خدتوا الكلام ده السنه اللي فاتت ترانسفينويد الابروتش بيعملوا مش عارف جاما ليزر وحاجات كده. فالمايكرو ادينوما بتبقى تريتد سيرجيكال، لكن المايكرو ادين طبعا انتوا كنا نقل ولا ما اعرفش ايه ومش عارف عملنا ابحاث ولا امتحاننا بس بعد ما اعرفش ايه فاكرين انتوا طبعا الكلام ده مش عارف. طب فالمايكرو ادينوما بيبقى سيرجيكال تريتمنت، لكن المايكرو ادينوما دي بتبقى ميديكال تريتمنت. فاحنا بنتكلم في الايتيولوجي قلنا ممكن بتاعه الهايبربلاكتينيميا او بمعنى اصح العنوان اللي كان المفروض ان اكتبه فوق جالاكتوريا مش هايبربلاكتينيميا. كان المفروض ان انا اكتب جالاكتوريا ليه؟ لان من تحت انا بقول دراجز. طب ما هو الدراجز دي ممكن ما يبقاش فيها هايبربلاكتينيميا. طب الهايبوثايرويد برده ما فيهاش هايبربلاكتينيميا هو بس فيها جالاكتوريا. فالعنوان الادق اللي كان المفروض ان انا اكتبه فوق هو جالاكتوريا، والجالاكتوريا دي ممكن تبقى فيزيولوجيكال اللي هو جيمي بريجنسي اند لاكتيشن، او لو هي سايد افكت اوف ميديكيشن فتبقى عارفه يعني ايه. يعني ابطل الدواء يا دكتوره؟ ما هو مش انا اللي هقول لك بطلي ولا لا، بس دي عارفه ان ده سايد افكت ليها، مش ان انت عندك مشكله في البرولاكتين ليفل ولا لازم ناخد دواء نسبرس البرولاكتين ليفل لان هو اصلا نورمال، بس ده سايد افكت للميديكيشن اللي انت بتاخديها. طب الهايبوثايرويد طب يعني اعمل ايه؟ ظبطي الثايرويد بروفايل هيتظبط ومش هيبقى عندك الجالاكتوريا اللي موجوده دي. هي اللي محتاجه فعلا تريتمنت عندنا البيتيوتري كويس سواء كانت مايكرو ادينوما او ماكرو ادينوما. المايكرو زي ما بنقول تريتمنت بتاعها بيبقى ميديكال، لكن الماكرو بيبقى سيرجيكال. طب ايه الانفستيجيشنز اللي تحب تعملها الواحده ست جايه لك تشتكي من جالاكتوريا؟ سيرم برولاكتين عشان اعرف اذا كان هو عالي فمحتاج ان انا ادي لها حاجه تسبريس البرولاكتين، ولا هو مش عالي وهو دي حاجه يا اما فيزيولوجي هي بريجننت مش عارفه هي لاكتيتنج يعني فالمفروض ان انا يعني اظبطها وكده. فسيرم برولاكتين ليفل بعمله لها. وبعدين ايه كمان؟ ثايرويد بروفايل لان هي ممكن ما تبقاش عارفه اساسا ان هي هايبوثايرويد ونكتشفها بالجالاكتوريا اللي هي جايه بيها. سي تي برين عشان اشوف البيتيوتري جلاند والسيلا تيرسيكا واذا كان في عندنا حاجه يعني تيومر موجود في السيلا تيرسيكا او البيتيوتري جلاند. فالدايجنوز بتاعنا طبعا باخد منها بروبر هيستوري لميديكيشن هي بتاخدها اذا كان عندها ثايرويد ديزيز او كده، اعمل لها ثايرويد فانكشن او اعمل لها على ال تي اس اتش اللي هو السكريننج بتاع الثايرويد فانكشن، وبعدين بعمل لها سي تي برين عشان اشوف اذا كان عندها اي مشكله في البيتيوتري. التريتمنت بتاع الهايبربرولاكتينيميا او الجالاكتوريا هيبقى ايه يا دكتور؟
حاجه زي الدوبامين او دوبامين اجنس، لان الدوبامين ده برولاكتين انهيبيتنج فاكتور، فانا عايزه ادي لها حاجه تنهيبت هذا البرولاكتين. لو كانت مايكرو ادينوما او كانت حاجه يعني البرولاكتين ليفل بتاعها عالي افكتنج، عامل لها انوبيليشن مثلا، فبديلها الدوبامين اجنس زي ما انت قلت اللي هو اسمه برومكرابتين. مش مهم الدوزز، انا دوز ما كتبتهاش، مش مهمه، قليل قوي قوي في النساء. لما هنقول لكم على دوزز معينه اللي هي تبقوا عارفينها، اللي هي انتوا هتستخدموها كجي بيز اللي هي في التريتمنت اوف انفكشن خلاص، لكن بقيه الحاجات انت كفايه تعرف الاسم بس، مش لازم تعرف الدوزز خالص. فبرومكرابتين اللي هو دوبامين لايت، او الكابلجولين اللي هو السوق التصنيع. فالكابلجولين، الكابلجولين طبعا اغلى سعرا بس سايد افكتس بتاعته اقل، لكن البرومكرابتين ليه سايد افكتس اكتر بس سعره اقل. فانت بتشوف الكوست بنفيت، يعني هتلاقي مثلا في الوحدات الصحيه وكده استخدامنا اكتر للبرومكرابتين، لكن على البرايفت سيكتور هتلاقي استخدام اكتر للكابلجولين. فده بالنسبه للجالاكتوريه والهايبوكلاتينيميا. فيهم سؤال؟ الستريس والكلام ده، انا كاتبه حاجه اسمها هايبوثالاميك كوزز. فهايبوثالاميك كوزز دي يعني ستريس خلاص، فالستريس وكده ده برده ممكن يافكت الاكسس كويس، فيعمل لنا برولاكتين لايك اكشن او يعمل لنا جالاكتوريه، فبرده هيبقى التريتمنت اوف ذا كوز، التريتمنت اوف ذا كوز اللي هو بتاع الستريس. فانت لا، الفاست فود ما تعملش جالاكتوريه هايبوثالاميك او جالاكتوريه، بس الهايبوثالاميك كوزز طبعا الستريس وكده تعرف. هو بعد ما immediately بيقف خلاص، يعني هي بتعمل اول هي ما تبطل الرضاعه، طالما ان هو لان البيستيميليت ميلك اكسبريشن خلاص، هو السكلينج طالما ان هي بطلت سكلينج، فهيبتدي ان هو الميلك يبقى مش اكسبريسد وبالتالي مش فورمد يعني. بس هي لو قعدت شويه مثلا يوم يومين ولقت ان هو لا لسه هي برده بترضع او ابتدى يبقى عندها ميلك انجوجمنت، فساعتها لازم تاخد حاجه تسبريس الميلك فورميشن. بس ممكن ما تلاقيهوش زايد اكتر من 29، فهيبقى سايد افكت. يعني انت اصل الليفل بتاع البرولاكتين على فكره از فيري فاريبل، يعني الرينج عالي قوي من اول مثلا 5 لحد حاجه 20، فانت يو نيفر نو هي اساسيها كان كام، فممكن قوي تعمله تلاقيها مثلا 25. طب ما هو هتلاقيه انت بالنسبه لك ده نورمال، اوكي، فبتلاقي ليفل مش عالي قوي زي مثلا في المايكرو والماكرو ادينوما، لا هتلاقي اكتر من 200 اكتر من 300 ممكن يوصل لالوفات، فهتلاقيه فعلا عالي قوي. لكن بتاعه الدراجز هتلاقي ان هو ممكن تبقى وزن النورمال رينج اللي احنا عارفينه. فده بالنسبه، انا باخد معلش سؤالين ثلاثه بس عشان ما اعملش ديسربشن، وبعدين بعد كده باخد الاسئله كلها بعد، اوكي. فده بالنسبه للهايبربرولاكتين. نيجي بقى للهيرشيتيزم. هو يعني ايه هيرشيتيزم الاول؟ اكسسيف هير عمل ديسربشن بالظبط، هو اندروجين ديبندنت سيكشوال هير. فاكسسيف اندروجين ديبندنت، هو ايه الاندروجين ديبندنت سيكشوال هير، او ايه الهير اللي بيبقى موجود في الميلز ومش موجود في الفيميلز؟ ما هو الكلمه دي اندروجين ديبندنت سيكشوال هير يعني حاجات بتبقى موجوده في الميلز لكن مش موجوده في الفيميلز، زي بالظبط الفيشل هير اللي هو زي المستاش والبيرد والكلام ده، يعني التشن والحته دي لو فيها اكسسيف هير ديستريبيوشن. فين كمان؟ في التشست هير، مش يعني مش موجود في الفيميلز لكن بيبقى موجود في الميلز. ايه كمان؟ الديستريبيوشن بتاع الهير مثلا في الانر اسبيكت اوف ذا تاي، البيوبيك هير المفروض التراينجل بيبقى ستريت لاين في الفيميلز، فلو لقيت ان هو لا التراينجل طالع لحد الامبيليكس مثلا فده بيبقى برده في الباك. يعني لو في هير في ارياز، في الارياز دي ده اللي بنقول عليه هيرشيتيزم. لكن مثلا لو في الفور ارم كده، طب ما هو طبيعي ان هو يبقى عندها في الفور ارم، مثلا لو غامق شويه بتاع، بس مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على السكشوال هير اللي هو بيبقى موجود في الميلز ومش موجود في الفيميلز. ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حد عنده هيرشيتيزم؟ موست كومن في سي او، بس او كونستيتيوشنال، يعني هي طبيعتها كده، هي خلقتها كده، هو يعني زي اللي اتولد طويل رفيع كده، يعني حتى مش تخين، يعني طويل وقصير، سوري طويل وقصير، لكن مش تخين ورفيع يعني دي فاريبل، لكن طويل وقصير ما هو هتطول ازاي يعني، مش هتقصر ازاي، فدي حاجات هي جينيتك بريديسبوزيشن او هي كونستيتيوشنالي كده. ليه بيبقى في انكريس سنسيتيفيتي بتاعه الهير فوليكلز للنورمال ليفل اوف تستوستيرون سيكريتد خلاص، يعني هي عندها نورمال ليفل اوف تستوستيرون، لو عملت لها الاندروجين ليفل سواء كان التوتال او الفري كويس هتلاقوهم نورمال. طب امال ليه عندها هيرشيتيزم؟ عشان هي الهير فوليكلز عندها سنسيتيفيتي اعلى للنورمال ليفل اوف سيركليتنج، فعشان كده بيبقى عندها هيرشيتيزم. طب نعملها تريتمنت ازاي؟ نعملها ايه؟
ولا حاجة بس بقى بهير ريموفل ومش عارف ايه ودكاتره زمايلنا بتوع الدرما ما شاء الله يعني كده يعني. لكن يعني خلاص ما هي حاجة كونستيتيوشنال فبالتالي طالما ان هو ما فيش يعني ما اقدرش اديها انتي اندروجين. طب يعني ما هي عندها النورمال ليفل اصل انت بتدي حاجة عشان توصلها للنورمال. طب هي نورمال فبالتالي بتبقى ماسس بقى اوف هير ريموفل وكلام كده. فموست كومن ايديوباثيك او كونستيتيوشنال يعني هي ده الطبيعي بتاعها. ايه كمان انتوا قلتوا حاجه ثانيه هنا البي سي او بالظبط كده اوفيريان كوزز زي البي سي او. هنتكلم على البي سي او دلوقتي كويس. فده فيري كومن برده البي سي او وده ممكن يبقى تريتد بقى لان هو ليه اسبابه وليه باثوفيزيولوجي كده فايت كان بي تريتد. او يبقى عندنا اوفيريان اندروجين سيكريتنج اوفيريان تيومر فبرده ده كوزز في الاوفري يعني الاوفري ممكن يبقى كوزز بتاعته اللي هو عشان سيكريشن بتاع الاندروستين دايون والاندروجين بتاع الاوفري فده ممكن يبقى من البي سي او. او عندنا فيرلايزنج تيومر او اندروجين سيكريتنج اوفيريان تيومر او حاجه في الادرينال ما الادرينال جلاند برده بتسكريت اندروجين. طب فرق اذا كان اوفيريان ولا ادرينال ازاي؟ التست بتاع الدهيه او دي هيدرو ايبي اندروستيرون. فلو لقيت ان الدهيه عالي ده على طول ابقى عارفه انه ده ادرينال اوريجين. لو لقيت الدهيه مش عالي فده يبقى اوفيريان اوريجين عشان بس نبقى عارفين احنا هنعالج ايه. فلو هي جات لي عندها هيرشيتيز بعملها طبعا توتال وفري تستوستيرون لقيتهم نورمال خلاص انتي كونستيتيوشنال. لقيتهم عاليين اروح عامله لها الدهيه عشان اعرف ده الاوريجين بتاعه ده من الاوفري ولا من الادرينال عشان اعرف انا تارجتنج التريتمنت بتاعي هيبقى فين للاوفري وهي عندها اوفيريان تيومر مثلا او بي سي او كده ولا ادرينال. لو لقيت الدهيه مش عالي خلاص يبقى انا اوفري التراساوند بقى على الاوفري حاجات الانفستيجيشن بتاعه البي سي او بتاعه الاوفري كده. لقيت الدهيه عالي التراساوند على الادرينال اشوف اذا كان عندها ادرينال تيومر يعني اتارجت الادرينال كوز. عشان كده مهم نبقى عارفين في الايتيولوجي الايتيولوجي ايه اسبابه عشان نعرف احنا بندور عليها ازاي بالدايجنوستس وبالتالي المانجمنت يعني كله مترتب على بعضه. عشان كده الايتيولوجي انك انت تبقى عارفه هو مش حفظه بس لا انت بتبقى عارف انت بتدور على ايه. هو ده كونستيتيوشنال ولا هو ده ممكن تكون هي بتاخد ميديكيشن ماشيه على كورتيكوستيرويدز مثلا وهو دول بيزودوا يعني هي ممكن تكون بتاخد اندروجينيك دراجز اساسا يعني بيدوها دراجز انابوليك او حاجات اندروجينيك دراجز ممكن. فانت بتشوف الاسباب بتاعه الهيرشيتيزم ان ممكن تبقى هي كونستيتيوشنال اصلا او اوفيريان كوزز زي موست كومن اللي هو بي سي او او يبقى ادرينال كوزز او دراج انتيك. يعني الاوفري مش احنا قلنا ان الاوفري ده بيبقى فيه البيتا سيلز بتاخد الكوليسترول تحوله لاندروجين تروح الجرانيولوزا واخده هذا الاندروجين تحوله لاستروجين. افرضي عندك تيكوما او تيكا سيل تيومر فهيبقى عندك هاي ليفلز اوف اندروجين اوكي موجوده فهتبقى مش كلها بتتاخد بالجرانيولوزا في حاجات بتبقى سيكريتد في البلاد فيبقى عندنا كده هايبر اندروجينيك ستيت الكوز بتاعها من الاوفري نفسه اوكي. فهيبقى فيه تيومر فلما ناخد الاوفيريان تيومرز في عندنا functioning ovarian tumors سواء كانت estrogen secreting ovarian tumors او androgen secreting ovarian tumors او في ستيرويدز ممكن ان هي ديكساميثازون ممكن الستيرويدز ان هي تزود الادرينال ما هو طالعين من الادرينال برضو فممكن زي ما تمشي في الكورس بتاع الكورتيكوستيرويد فورميشن فالاندروجين فورميشن ويزود الاندروجين. كتير على فكره لما بياخدوا ستيرويد تلاقي ان هم عندهم برضو excessive hair distribution او excessive hair formation. طب ده بالنسبه للكوزز. هنعرف دايجنوستس ازاي للهيرشيتس؟ نعمله دايجنوستس ازاي يا دكاتره؟ افندم هرمون البروفايل تحبوا تعملوا ايه الهرمونز اللي تعملوها؟ تستوستيرون طبعا توتال ولا فري؟ الاثنين انهي اهم؟ الفري لان هو ده الاكتف هو ده اللي بيعمل لي الهيرشيتس. طيب ايه كمان؟ هل في هرمونز ثانيه تحبوا تعملوها؟ الدهي عشان اعرف اذا كان ادرينال الاوريجين ولا لا. ايه تاني؟ بي سي او من ضمن الحاجات ان هو الكوزس وقلنا موست كومن باثولوجيكال كوز خلاص لان الكونستيتيوشنال ده هنعتبره فيزيولوجيكال فالموست كومن باثولوجيكال هو البي سي او. فلو لقيت ان هو نورمال ليفل اوف تستوستيرون فابقى اشوف اذا كان لو عندها بي سي او بالذات لو فيه اذر مانيفستيشنز اوف بي سي او فازاي دايجنوز البي سي او؟ ممكن الترا ساوند. ايه كمان؟ لان احنا بنتكلم في اللاب فبس عشان نبقى يعني سيستماتيك كده اول حاجه الهيستوري كويس وبعدين بعد كده اكزامينشن وبعدين بعد كده انفستيجيشن لابس. لو عايزين تعملوا لابس فانت احنا بنتكلم في اللابس قلتوا لي تستوستيرون توتال وفري قلتوا لي الدهيه نكمل بقيه اللابس بتاعتنا بالظبط ال اتش واف اس اتش هلاقي ايه؟ ال اتش اعلى من الاف اس اتش ده بتعملوه امتى؟ هل في يوم معين ولا في اي وقت؟ من السكند داي اوف ذا سايكل من
اول داي 2 لحد داي 5 ممكن ان احنا بنعمله. فكده دي اللابس، يبقى احنا كده الدايجنوز بتاعنا الهيستوري اللابس عشان التستوستيرون والدهيه ولو هعمل الحاجات اللي هي بتاعه التي سي او. بعد كده زي ما قلتوا الترا ساوند، حابب تعملوا الترا ساوند على ايه؟ الاوفريز طبعا عشان اشوف اذا كان في عندنا بي سي او، في عندنا تشومر في الاوفري، يعني بشوف الاوفري. ايه كمان في حاجه ثانيه تحبوا تعملوا؟ بالظبط الادرينال جلاند، الادرينال جلاند لان هي دي برده بتبقى من ضمن الاسباب، اشوف اذا كانت الادرينال جلاند كبيره فيها اي ابنورماليتي باثولوجي، يبقى بعمل الالترا ساوند على الاوفريز وعلى الادرينال. طب التريتمنت بتاع الهرشيتيزم هيبقى ايه؟ بالظبط ديبندنج اون، لو في كوز، لو هو بي سي او يبقى هتعالج البي سي او، وممكن مع علاج البي سي او زي ما هنشوف دلوقتي نديها ميديكيشن فور هيرشيتيزم. لو طلعت مثلا اوفيريان تيومر يبقى سيرجيكال ريموفال او مانجمنت اوف ذا اوفيريان تيومر ده. لو طلعت ادرينال تيومر برده نفس القصه. اوكي طيب افرض هي طلعت كونستيتيوشنال، وهي دي الموست كومن ان هي بتطلع في الاخر كونستيتيوشنال او بي سي او، الكونستيتيوشنال هنعمل لها ايه؟ هير ريموفال بقى ديفرنت ميثودز بقى بتاعه الهير ريموفال دي. كويس طيب هل في ميديكيشن ممكن تساعدها؟ في حاجات زي حاجات انتي اندروجين كويس، اللي هو يعني دي اسامي ادويه لازم تبقوا عارفينها، مش مهم الدوزس في كده موجود دوزس، مش مهم تبقوا عارفين دوزس، المهم تبقوا عارفين بس اسامي الادويه. انتي اندروجين زي سايمكتين، في دواء اسمه سبايرونولاكتون، سمعتوا عنه؟ خدوا بطنا بالظبط كده، اللي هو الالداكتون ده بيعمل ايه؟ بس مش بالظبط هو دايوريتك اساسا، بس لقوا ان اللي بياخدوه بيبتدي الهير بتاعهم يخف، فبالتالي عشان كده بقوا يستخدموه في الهرشيتيزم. اوكي بس طبعا خلي بالك ان هو بيعمل هايبوتنشن، فما تكونش هي اصلا هايبوتنسيف او بتعالج من هايبوتنشن كده وانت بتكتب لها سبايرونولاكتون، فتبقى انت فاهم بس ان هو اساسي ان هو ممكن بيعمل هايبوتنشن عشان هو دايوريتك، فبيستخدم كمان في الهايبرتنشن. فهو ده لو اديت الالداكتون او سبايرونولاكتون بيعمل لنا بيقلل الهير او بيعالج الهرشيتيز، لانه لو ان هو بينهبت ال5 الفا ريدكتيز ده انزيم بيحول التستوستيرون لدايهيدرو تستوستيرون which is more potent، يعني 10 times more potent عن التستوستيرون نفسه. فطالما انت يعني قللت هذا الكونفرجن فخليته تستوستيرون بس مش الدايهيدرو تستوستيرون، فهيقل الايفكت او البوتنسي بتاعه او الايفكت بتاع الهرشيتيز. فده ازاي يعني لو حد عايز يعرف ازاي بيشتغل سبايرونولاكتون؟ فقلنا ممكن السايمنتيدين، ممكن سبايرونولاكتون، في انواع من الاو سي بيز كويس زي الديان ده او سي بي زي اورال كونتراسبتيف بيز، بيبقى فيها بروجستيرون وانتي اندروجين. اوكي فبالتالي ممكن نستخدم هذه الاو سي بيز للتريتمنت بتاع الهرشيتيز. وعرفوها برده لما لقوا ان استخدام الاو سي بيز دي يعني نوع الديان ده او نوع الاو سي بيز دي كويس اللي هي فيها كيبروتيرون اسيتيت، فلو استخدام الكيبروتيرون اسيتيت بيقلل الهرشيتيزم من الناس اللي بتكمبلين من الهرشيتيزم، فبالتالي بالذات لو هي عايزه كونتراسبشن فحلوه قوي انك انت يعني مهم انك تعرف ان هو اتس كونتراسبتيف ميثود لكن كمان بيعالج الهرشيتيزم. فلو هي شيز كومبلينينج اوف هرشيتيزم وعايزه حاجه كونتراسبشن، اتس اوبتيمم ان انا اديها الكيبروتيرون اسيتيل لان هو هيعمل الحاجتين مع بعض، دواء واحد يعمل لنا الحاجتين مع بعض. فده بالنسبه للهرشيتيزم. في سؤال هنا؟ ممكن في سؤال ممكن نستخدم كومبينيشن اوف تو ميديكيشن؟ طبعا ممكن، بس خلي بالك انت يو ار كومبايننج تو سايد افكتس لان كل الميديكيشنز ايفن الفيتامينز ليها سايد افكت. فطبعا الاحسن دايما بندور على انك تدي ميديكيشن واحد يعالج لك حاجات مختلفه لو تقدر، طبعا لو تقدر، لو ما تقدرش هتضطر انك تكومباين ميديكيشنز مع بعضيها، بس كده يو ار اولسو كومبايننج سايد افكتس يعني بتزود سايد افكتس عليها. يعني مش شطاره ان الروشته بتاعتك تبقى مليانه ابدا ووش وظهر وحاجات كده، الشطاره تبقى كاتب دواء او بالكثير دوايين لكل السيمتومز اللي جايه لك بيها البيشنتس، لانه يعني انت كده بتزود السايد افكتس عليها، طبعا بتزود الكوست وبتزود كمان السايد افكتس بتاعتها. عايز كورتيكوستيرويدز ايه يعني سوزي؟ في دوزز وفي انواع كويس، زي بالظبط لو نيجي نتكلم على البروستاجلاندينز يا دكاتره، في حاجه اسمها في البروستاجلاندينز بروستاسايكلينز وبروستاجلاندينز، في بيعملوا فازودايليتورز في بيعملوا فازوكونستريكشن. اوكي ف في بيعملوا كده، في انواع منها بتعمل كده وفي انواع منها برده بتعمل كده. اوكي فانت لو اديتي ستيرويدز ولقيتي يعني نوع الدكسا اللي انت بتديه ولقيتي ان هو عندها اكسسيف هير، يبقى ده من الميديكيشن اللي انت بتديها. لكن عمرك ما بتدي ستيرويدز to treat اساسا الهرشيتيزم. اوكي
مين قال دكتور؟ كويس ده بي سي او مش كده؟ الانش اعلى من الاكس اتش مش كده؟ ده بي سي او صح كده؟ هنتكلم اهو دلوقتي على البي سي او. بي سي او بقى هو ده الاساسي، هو ده الاساسي موضوع النهارده، لان هو ده اللي مهم جدا انكم تبقوا عارفين ايه الباثوفيزيولوجي بتاعه. بس برضو عشان نبدا، الباثوفيزيولوجي بتاع البي سي او بيتغير، لانه لحد دلوقتي يعني وي ار سيرشنج ليه في حاجه اسمها بي سي او. وحتى هتلاقوا مثلا بدايتها انا بحب قوي في البي سي او ان احنا نعرف نبذة عن ابتدى ازاي وامتى وكانوا بيقولوا عليه ايه، ودلوقتي بقى كده عشان تعرف ان هو فعلا على طول عمال يتغير. يعني مثلا الباثوفيزيولوجي ده انا لما كنت مثلا ابتديت تدريس من 6 سنين كان الباثوفيزيولوجي الصفحه دي مختلفه تماما توتال. يعني هو اتغير الباثوفيزيولوجي بتاعه، او يعني الثيوريز اللي كلها ثيوريز، الثيوريز بتاعته كل شويه عماله تتغير. يعني الثيوري اللي انا كاتباها على البورد دي بتاعت السنه اللي فاتت، الله اعلم بعد ما نخلص الدرس كمان كام شهر هل هيبقى في ثيوريز ثانيه ولا لا. بس فيها فاكتس موجوده، الفاكتس الموجوده اللي هو زي ال اتش اكتر مش عارف اللي عندها هايبر اندروجينيك ستيت الكذا، دي فاكتس موجوده. ليه بقى الفاكتس دي هي دي الثيوريز اللي احنا بنتكلم عليها؟ لان بنبقى عايزين نعرف طب ليه، عشان لو نقدر نتريت الكوز من اولها بحيث ان هو نتريت البي سي او نفسه. لان زي ما هتشوفوا دلوقتي احنا وي ار تريتنج سيمبتومز نوت ذا ديزيز. لان انت عشان تتريت الديزيز لازم تعرف الايتيولوجي. لو انت مش عارف الايتيولوجي طب هتريته ازاي؟ انت بس بتريت السيمبتومز. يعني واحده جايه لك بهدك هتدي لها بانادول، طب ما انت مش عارف الهدك ده ديوتو سينسايتس ولا ديوتو كونستيبيشن ولا ديوتو مثلا فيجوال ديستربنس ولا ديوتو انكريز انتراكرانيال تنشن ولا ديوتو هايبرتنشن. ما انت لازم تعرف الكوز بتاعه عشان تبي تريت. لكن غير كده هتبقى انت يو ار تريتنج سيمبتومز. ده اللي احنا بنعمله في البي سي او، يو ار تريتنج سيمبتومز. لانه المين ايتيولوجي ما تقدرش تمسكه كده، يعني يمكن هي حاجة واحدة بس اللي لقيناها اللي هي الاوبيزيتي. ومع ذلك في تايبس اوف بي سي او بتيجي للين، صحيح يعني قليل قوي 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 لو لقيت بي سي او جاي لواحدة رفيعة، بس وانس ان هو جه لواحدة رفيعة بيبقى ريزيستنت بي سي او. طبعا لو هو بي سي او ممكن يجي لواحدة رفيعة يبقى ده بينفي كل الثيوريز اللي عمالين نكتبها. عشان كده لان كل الثيوريز مبنية على قصة الاوبيزيتي، لان فعلا معظمهم يعني 99.9 من البي سي او كيسز بيبقوا اوبيز خلاص. فعشان كده الثيورز كلها مبنيه على الاوبيزيتي. بس حاجه واحده هي اللي ضدها، ان ممكن يجي للين انديفيدجوالز، وحتى ده بنسميه ريزيستنت بي سي او، لان احنا كل الثيوريز مبنيه على قصه الاوبيزيتي خلاص. فده بس عشان نبقى متخيلين انه ايه فعلا. طب انا ممكن الاقي حاجه اكسبشن للثيوريز اللي احنا بنتكلمها، ممكن لان هي ستيل ثيوري لكن مش كونفيرميشن للثيوري. طب ايه الثيوريز؟ اولا الهيستوري البي سي او او بوليسيستيك اوفيريان ديزيز او بوليسيستيك اوفيريان سيندروم. سيندروم معناه يعني ديفرنت سيمبتومز بس ريليتد مع بعض، بتبقى موجوده في نفس الانديفيديوال بيقولوا عليه سيندروم. فاول ناس اتكلموا على البي سي او ده كانوا شتاين وليفنتال سنه 1953. شتاين وليفنتال اتكلموا على البي سي او ووصفوا البي سي او ان هي بتبقى اوبيس وهيرشوت وعندها انفيرتيلتي. الثلاث حاجات دول الستات بيبقوا اوبيس وهيرشوت عندها هيرشيتس و بتشتكي من انفيرتيليتي. فالثلاثه دول وصفوهم شتاين وليفنتال ان هما بيبقوا موجودين في الستات، يعني تجي لك بانفيرتيليتي يلاقوا ان معاها اسوسيشن معاها كمان مع الانفيرتيليتي دي اوبيزيتي وهيرشيتس. فقالوا ده سندروم بيجي مع بعضه وسموه باسمهم اللي هو شتاين وليفنتال. فضلت معانا، هي ما كانتش تيري قد ما هي كومبينيشن، فضلت موجوده لحد ما روتردام كرايتيريا 2012 تعتبر يعني ريسنت. 2012 روتردام قالوا ان هو البي سي او ده لا الديفينيشن بتاعه اتغير، ما بقاش ان هو هيرشيتيزم وانفيرتيليتي واوبيزيتي، بقى انوفيليشن هايبر اندروجينيزم والالتراساوند بيكتشر اللي احنا هنتكلم عليها. الثلاث حاجات دول لازم يبقى فيه 2 out of 3 عشان يدايجنوز البي سي او. يعني مش لازم الثلاثه يبقوا موجودين في روتردام كرايتيريا. على فكره هي روتردام كرايتيريا مكتوبه في الكتاب، بس مش مكتوب الترمينولوجي ان اسمها روتردام. بس هو ما كاتبين لك الهايبر اندروجينيزم لازم تعرف انها روتردام، ماليش دعوه انا مش مكتوبه، بس لازم تبقى عارفها. ما ينفعش انك تبقى انت عارف الديسكريبشن من غير ما تبقى عارف اسمها. هي اسمها روتردام كرايتيريا. فالروتردام كرايتيريا دي سنه 2012 قالوا ان هو بتوع البي سي او بيبقى فيهم 3 حاجات: انوفيليشن، هايبر اندروجينيك ستيت، وسبيسيفيك التراساوند بيكتشر. انوفيليشن وهايبر اندروجينيك ستيت وسبيسيفيك التراساوند بيكتشر.
لو في لقيت 2 اوت اوف 3 ده يو ار دايجنوزنج بي سي او، لكن لو لقيت واحده بس زي الالترا ساوند بيكتشر لا اتس نوت دايجنوز اوف بي سي او. عشان كده لو جات لك واحده قالت لك انا عندي تكيسات على الموبايل، ايوه عرفتي منين يا حبيبتي؟ اصل عملت لي سونار الدكتوره وقالت لي انت عندك تكيسات، لا ده اونلي 1 منهم، ده مش كفايه. وفي 25% ممكن تلاقي بيكتشر سجستيف اوف، حتى نقول عليها بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، ما تقولش عليها بي سي او لو عملت الترا ساوند بس، ما تقولش بي سي او، تقول عليها بيكتشر سجستيف اوف بي سي او. كمل بقى انفستيجيشن او شوف عندها ايه تاني اذا كان هي فعلا بي سي او ولا لا. لو كانت بس بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، بقيه الحاجات اللي هو هايبر اندروجينيك ستيت والانوبيليشن مش موجودين، خلاص دي ما بقتش بي سي او خلاص. فيعني ما فيش حاجه اسمها انا بالسونار قالوا لي عندك تكيسات على الموبايل، لا. طب عملت تحاليل؟ طب مش عارفه ايه يعني، لازم يبقى في حاجه ثانيه مع الالترا ساوند. يعني الالترا ساوند بيكتشر الون از نوت انف، لان هي موجوده في 25% من البنات والستات من غير ما يكون عندهم السيمبتومز بتاعه البي سي او كلها على بعضيها. مفيش حاجه اسمها الدكتوره قالت لي عندي تكيسات والا كده كل الستات تلاقي ربعهم، مبنوا 25%، انتوا متخيلين يعني 25 ربع الناس اللي قاعده دي هيبقى عندها بي سي او بالسونار؟ هو ينفع كده برده؟ يعني بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، لكن مش بي سي او اللي هو ممكن يعمل لها كومبليكيشن وكلينيكال بيكتشر. فده بالنسبه بس للنبذه اللي هو ابتدى امتى، من اول 1953 بشتاين ليفنسال. وبعدين دلوقتي احنا ماشيين على ايراتيوم كريتيريا اللي هي بتاعه الانوفيليشن هايبر اندروجينيك ستيت والالترا ساوند. طب نيجي نشوف الثيوريز بتاعته او اكتر ثيوري يعني مقبوله حاليا. اوبيزيتي خلاص، لان لقوها فعلا موجوده في اكثر من 99.9% يعني. فبالتالي اتس ثيوري تحترم جدا لو هي تفسر لي اكثر من 99% من الحالات، فدي ثيوري طبعا تحترم. يبقى احنا عندنا اوبيزيتي هيبقى فيها انكريز لاكتين، لقوا ان اللاكتين ده بيعمل ستيميليشن للجينر اتش بالسز. جينر اتش بالسز ما هو هي اهو، لا لا بس ستيميليشن قوي بحيث ان هي اكنها مينتين، عارفين لما الحاجه تبقى زبزبات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، اكن في الاخر اكنها بقت ستريت لاين. فستيميليشن للجينر اتش بالسز اند فريكوانسي ستيميليت ال اتش برده، بس اكنه مينتين مش سيرجز، اكنه مينتين. فالمينتين ال اتش ده بيروح على التيكا سيلز وبيزود الاندروجين فورميشن. ما طبعا ال اتش بينكريز الاندروجين فورميشن، انكريز الاندروجين فورميشن، والال اتش برده لما بيزيد بينهبت الاروماتيز. فبالتالي لو حصل انهبيشن الاروماتيز فالاندروجين ده هيفضل كده، هيبقى فيه ديكريز للاسترادايول فورميشن، لان الاروماتيز هو اللي احنا محتاجينه عشان الاسترادايول يتكون. فطالما ان انا عندي مينتيند ال اتش فده عمل لي الانكريز للاندروجين وانهبيشن للاروماتيز، فبالتالي ديكريز الاسترادايول. الاسترادايول احنا محتاجينه برده عشان السكس هرمون بايندينج جلوبلين ان هو يبقى فون، فما بقاش عندنا سكس هرمون بايندينج جلوبلين او ال، فده عمل لي فيش السيركل كده بيزود لي الاندروجين الفري اندروجين، والاندروجين راح عامل لي نفس القصه دي. فبتلاقوا ان هي في فيش السيركل موجوده كلها سببها المينتيند ال اتش. ايوه هو ليه مينتيند ال اتش؟ عشان الثيوري بتاعت اللاكتين اللي هي ديوتو اوبيزيتي. فعشان كده بيفضل عندنا مينتين هايبر اندروجينيك ستيت اللي هي حاجه من الروتردام كرايتيريا، الهايبر اندروجينيك ستيت اللي موجوده. طب المينتين ده ال اتش ده هينفع يعمل لنا اوفيليشن؟ لا، لازم يبقى ال اتش سيرج سبايك وتنزل عشان يعمل لي اوفيليشن، عشان يتريجر الاوفيليشن. طالما ان هو مينتين يبقى كده عمل لي انوفيليشن، ما عمليش الاوفيليشن اللي احنا محتاجينه. بقت الست دي عندها انوفيليشن. انوفيليشن يعني في بروجستيرون ولا مفيش؟ مفيش بروجستيرون، فهي عندها بس هايبر استروجينيك ستيت. هايبر استروجينيك ستيت فعندها انوفيليشن وعندها هايبر استروجينيك ستيت او ان اوبوزد استروجين. استروجين مش اوبوزد ببروجستيرون، استروجين وهذا الاستروجين از نوت اوبوزد باي بروجستيرون. بنقلق قوي من القصه دي بتاعه البي سي او، عشان ممكن قوي طبعا الاستروجين او هايبر استروجينيك ستيت اللي موجوده ممكن تؤدي الى اللي هو الاندوميتريال بروليفريشن اند اندوميتريال هايبوبليزيا اندوميتريال هايبوبليزيا. تاني احنا بنتكلم على الثيوريز بتاعت البي سي او. الثيوري بتاعت البي سي او اللي هو ديوتو اوبيزيتي. الاوبيزيتي ده يعني معناها ان اللاكتين عالي. اللاكتين العالي ده بيعمل ستيميليشن اوف ذا جي ان ار اتش بارسز اند فريكوانسي، بيديني مينتيند ال اتش اليفيشن اوف ذا ال اتش. المينتيند اليفيشن للال اتش ده هيعمل لي ستيميليشن للاندروجين سيكريشن، هينهبت الاروماتيز، بالتالي قلل الاستراديول، بالتالي قلل السكس هرمون بايندنج جلوبولين فورميشن، فزود الفري اندروجين، فبقى عندي كده على طول هايبر اندروجينيك ستيت في الست دي او في البنت دي. وايه كمان؟ ما هو ال اتش ده مينتين، يبقى بالتالي ما عنديش اوفيليشن او بقت فهي انوفيلاتري ستيت على طول. فالانوفيلاتري ستيت دي هتعمل لي ان اوبوزد استروجين، لان ما فيش بروجستيرون بيبقى سكريتد، فممكن يبقى عندها اندوميتر حد. نفس القصه اللاكتين والاوبيزيتي ده بيعملوا لي، لا انا ما خلص في الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه كده دي لما تخلص على بعضي. فاللاكتين ده نفس القصه، اللاكتين ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل انسولين ريزيستنس،
بيزود الريزيستنس تو ذا نورمال سيركليتنج انسولين. يبقى عندها انسولين والبنكرياس بتاعها بيسكريت عادي، بس بيبقى عندها حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، فممكن طبعا يعمل لي دايابيتس، ممكن يخليها تخش في دايابيتس ميليتس. كويس. طبعا نان انسولين ديبند مهما اديتها انسولين هي مش مشكلتها في انسولين، ما عندها انسولينها، لكن هي مشكله انه في ريزيستنس تو ذا نورمال سيركليتنج انسولين. فانت لو عايز تعالجها مش تديها انسولين، ادي لها حاجه تعمل سنسيتايزيشن تو ذا نورمال ليفل اوف سيركليتنج انسولين. فدي ثاني حاجه بتبقى موجوده برده. يعني اول حاجه قلنا اللاكتين ده هيعمل ايه، قصه الجي ان ار اتش والمينتين ده ال اتش بالس، فبالتالي هايبر اندروجينيك ستيت اند انوفيليش. طب ايه كمان؟ ان هو اللاكتين ده او الاوبيزيتي هيخلي انه عندنا ريزيستنس للنورمال ليفل اوف سيركليتنج انسولين، فممكن تخش في دايابيتس. ايه كمان؟ اللاكتين اند اوبيزيتي بريفرال كونفرجن، ممكن يحصل بريفرال كونفرجن للاندروجين والاكسسيف اندروجين اللي موجود ده لاسترون. ايوه بس ده مش استراديول، ده استرون. ايوه بس هاي ليفلز اوف استرون، يعني استرون ان هاي ليفل برضو هيعمل لي مور اند مور هايبر استروجينيك ستيت اللي هي ممكن تؤدي الى اندوميتريال هايبربلازيا اند اندوميتريال كارسينوم. فدي حاجات لازم تبقى في بالنا. طب ايه انا يعني ما هو دي ثيوري، اوكي هي دي ثيوريز، بس دي اكتر ثيوري، اكتر ثيوري ان هي يعني العقل بيتقبلها وفعلا كلها ريليتد لبعض. والدليل عليها ان الستات او البنات اللي بيخسوا فعلا الباثوفيزيولوجي ده ما بيبقاش موجود، والوحدها بتلاقي انه ابتدت ان هي تبقى اوفيلاتري وكل ما عندهاش اي مشاكل. فعشان كده ده دليل اكبر على انه الثيوري دي صح، ان هو وانس انك انت لغيت قصه الاوبيزيتي دي هتلاقي ان كل ده ما بقاش موجود. كل ده اللي هو ايه تاني؟ البي سي او او البوليسيستيك اوفيريان ديزيز او البوليسيستيك اوفيريان سيندروم. في ايه؟ في ثلاث حاجات بيبقوا فعلا موجودين، اللي هو الهايبر اندروجينيك ستيت والانوفيليشن والالتراساوند بيكتشر اللي هنشرحها دلوقتي. فثلاث حاجات بيبقوا موجودين فعلا. فروتردام كراتيريا دي هي اللي ادق كتير جدا من القصه اللي فوق. الثلاث حاجات دول اللي هو الانوفيليشن والهايبر اندروجينيك ستيت، وهي دي اللي هتعمل لنا هيرشيتيزم. ما هي احنا بنقول كانت هيرشيت، ايوه عشان الهايبر اندروجينيك ستيت اللي هي موجوده فيها. كويس. وانوفيليشن عشان كده ممكن قوي تجي لنا بالريجولر سايكلز، وممكن احنا خدناها كمان البي سي او في الكودس اوف امينوريا، لان ممكن الريجولر سايكلز ده بتبقى تقعد 3 شهور ورا بعض ما بتجيلهاش منسس، فبالتالي بنقول عليها سكندري امينوريا. عشان كده خدنا البي سي او من الكوزز بتاعه السكندري امينوريا، لان هو الانوفيليشن دي بيترتب عليها الريجولر سايكلز. لازم تبقى في اوفيليشن عشان السايكل تمشي كده ريجولر 28 يوم. لو عندنا انوفيليشن ما بيحصلش هذا الاوفيليشن، فما عنديش سيكريتوري اندوميتريا، يفضل بروليفريتيف بروليفريتيف بروليفريتيف. ايوه بروليفريتيف لحد امتى؟ ما هو ادي تايم ات ويل اوفر جرو البلاد سبلاي اللي جاي لنا من البيزل لاير، فبالتالي السوبرفيشال لايرز اللي فوق كده هتبتدي تبقى اترافيك ونكروتيك ويحصل لها شيدنج، تنزل. مش بيحصل سيباريشن بقى من الانترميديت لاير وسكريشن فرساجلاند الكلام ده، لا ده هو بس مجرد شيدنج لما اوفر جرو البلاد سبلاي، لما يحصل اتروفي ونكروزس ليها. طب لو يحصل اتروفي ونكروزس ده هتبقى بينفل منستريشن ولا بينلس؟ لان مفيش بروستاجلاند ريليز، بينلس. طب هتحصل امتى هذا الشيدنج؟ لما يوفر جرو. هو امتى هيوفر جرو؟ ما نعرف بالظبط كده، ملوش معنى حق الريجولر. عشان كده بنقول ان هو الايرريجولر سايكلز غالبا انوفيلاتري، لكن وانس ان هي ريجولر سايكلز دي غالبا اوفيلاتري. عشان كده من الكرايتيريا او اوفيليشن اللي احنا بنتكلم كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، السيمتومز اللي انت بتسال عليها العينه ريجولر سايكلز سبازماتيك ديزمينوريا في منسور ماستالجيا. ليه؟ لان طالما ريجولر سايكلز يبقى غالبا دي اوفيلاتري، لانه الانوفيلاتري غالبا بتبقى ايرريجولر سايكلز، لان يو كان نيفر كنترول امتى هتاوفر جرو وامتى هيحصل لها الشيدنج. والشيدنج ده طبعا ما بيبقاش بقى سبازماتيك ديزمينوريا، لا ده بتبقى بيلس. فهو ده ازاي ممكن تبقى انوفيلاتري ويجي لها سايكلز. بيجي لها ويزدرو البليدنج طبعا، ما هي مش هتفضل تجرو كده على طول البروليفريت في اندوميتريوم. هيجي له تايم هيجرو لحد امتى؟ ما هو لازم هيحصل له شيدنج لانه ما بقاش يجي له بروبر بلاد سبلاي وبقى اتروفي. تاني بنتكلم على البي سي او. ايه البي سي او؟ البي سي او ده بيجي اكتر للبنات والستات التخان. فالاوبيزيتي ليه؟ لان اللاكتين بتاع الاوبيزيتي ده بينكريز الجي ان ار اتش بالسز. فانكريزنج جي ان ار اتش بالسز اند فريكونسي هتخلي برده ال ال اتش بالسز اند فريكونسي تبقى انكريز لدرجه انها اكنها مينتين. يبقى مش هتعمل لي ال اتش سيرش، يبقى مش هتعمل لي اوفيليشن، يبقى هيبقى عندها انوفيليشن. انوفيليشن يعني ما فيش بروجستيرون، يبقى عندنا هايبر استروجينيك ستيت. طيب وايه كمان؟ الجي ان ار اتش بالسز وانكريز ال ال اتش، ال ال اتش ده بيعمل لنا اصلا ال ال اتش. لما اخذنا ال ال اتش في الفيزيولوجي او المنستريشن هو اساسا ال ال اتش انكريزنج ال ال اتش بيعمل لنا هو الاندروجين. احنا محتاجين السيكا سيلز بتاخد هذا ال ال اتش عشان تعمل الاندروجين، فبالتالي لما يبقى ال ال اتش كتير هيزود الاندروجين، لان السيكا سيلز بتاخده كويس وبتزود الاندروجين. سيكا
سيكريشن اكسسيف اندروجين سيكريشن بينهبت الاروماتيز وبعدين فبالتالي بقى الاستراديول قل عن الليفل المفروض والسكس هرمون بايندنج جلوبولين قل فده راح بيزود لي برده اوتوماتيكلي الاندروجين لان طالما سكس هرمون بايندنج جلوبولين يبقى الفري فورم هي اللي زادت فالفري فورم بقى عندي هايبر اندروجينيك ستيت لان الال اتش ده بيبقى ابتيكن باي او محتاجاه الثيتا سيلز عشان تحول الكوليسترول بتاع الاوبيز ما هي اوبيز اساسا فهي جاي لها كوليسترول كتير ما انت لو تفكر كده هتلاقي ان كله بيخدم بعضه او كلها فيش السيركل فعلا هي اوبيز عندها كوليسترول كتير فهذا الكوليسترول راح عامل جينريت فالسز دي وخلى منتين ال اتش كوليسترول كتير وال اتش كتير بقى فيه اندروجين كتير احنا محتاجين الاثنين دول عشان اندروجين يتكون بقى عندنا اندروجين كتير هذا الاندروجين كتير طبعا بقى سيركليتنج في البريفيرال سيركيليشن خلاص فعمل لنا هيرش تيست وفي نفس الوقت برضو المنتيند ال اتش ده راح عامل لنا انوبيليشن انهبيشن الاوبيليشن لان ما عنديش السبايكس بتاعه ال اتش سيرش ما عنديش السبايكس دي فهي بقى عندها انوبيليشن وبقى عندها هيرش تيست ليه الهرشيتيزم ده عشان ال اتش اللي هو منتين فبتاخد السيكا سيلز فبتكون لي اندروجين كتير ليه الانوبيليشن عشان ما عنديش السبايكس انا كل مره بشرحها بطريقه مختلفه بحيث ان كل اللي عنده اسئله اللي يفهم بالطريقه دي بالطريقه دي المهم ان احنا كلنا نبقى فاهمين انه المين كونسبت بتاعنا اللي هو انكريزنج الفالسس والفريكوانسي دي فبقى كانه مينتيند ال اتش فهذا المينتيند ال اتش سيكريشن خلى ان هو انكريز الاندروجين فورميشن وخلى ان يبقى عندي انهيبيشن اوف اوبيليشن وفي نفس الوقت برضو خلي بالكم انهيبيشن اوف اوبيليشن يعني البروجستيرون ليفل ايه قليل ولا عالي قليل والبروجستيرون اساسا بيعمل ايه نيجاتيف فيدباك على ال ال اتش هو مش موجود اصلا يبقى هيحصل نيجاتيف فيدباك على ال ال اتش ده لا مش هيحصل هيفضل مانتيند برضو ال ال اتش عالي يعني كلها سيركل كده في بعضها كلها سيركل في بعضها بتخدم بعضها ان هو طب انا اوبيليشن يعني ما عنديش بروجستيرون يبقى ما فيش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على المينتيند ال اتش ده يبقى يفضل ال اتش بتاعنا عالي ويفضل يعمل نفس الباثوفيزيولوجي او الباثولوجي بتاعه بتاع المينتيند ال اتش طب انا عايزه ما يبقاش عندي المينتيند ال اتش ده طب ما هو ده جاي من اللاكتين طب مش عايزه اللاكتين خلاص يبقى انا عالج الاوبيز واضح يا دكاتره في سؤال او بيقلل الاسترادايول عشان كده احنا قلنا بيقلل الاسترادايول لكن عندك الاسترون بتاع البريفيرال كونفرجن ده عالي طب ما الاسترون ويكر عن الاسترادايول اه بس ان فيري هاي كوانتيتيز ان اوبوزد باي بروجستيرون هيخلي عندك هايبر استروجينيك اوكي كان في سؤال برضو الناحيه دي ولا انا متهيألي كان في سؤال هنا في سؤال طب خلاص يعني احنا فاهمين بس انا عايزه اسئله في اللي انا بقوله مش في اللي انا ما قلتوش اسئله في اللي انا بقوله مش في اللي انا ما قلتوش خلاص فكده يبقى تاني اخر مره هنقول فيها الباثوفيزيولوجي عشان نبتدي نشوف الكلينيكال بيكتشر هتجي لنا ازاي والدياجنوز الباثوفيزيولوجي بتاعنا ايه بي سي او اوبيزيتي اوبيزيتي يعني لابتين عالي اللابتين عالي بيزود جينا ريتش فالسز اند فريكوانسي مينتيند ال اتش هذا ال اتش المينتين ده يبقى ابتيكن بالثيكا سيلز فيزود لي الاندروجين لان عندها كوليسترول كتير تخينه ما عندها ال اتش كتير من المينتين فالسز بتاعه اللاكتين زودت الاندروجين اكسسيف اندروجين سيكريشن هذا الاكسسيف اندروجين سيكريشن بيبقى ريليز في البريفيرال سيركيليشن يعمل لها هيرش تيست وده بيبقى مينتيند جوه الاوفري على طول مينتيند ازاي لانه بينهبت الاروماتيز وينهبت الاسترادايول والسكس هرمون بايندنج جلوبولين فبالتالي بيبقى مينتين ان عندنا هايبر اندروجينيك ستيت طب وهذا الهايبر اندروجينيك ستيت هيعمل لي الشتس. طب ايه كمان يبقى عندنا في بريفيرال كونفرجن يحصل بريفيرال سوري الانوبيليشن قلنا الانوبيليشن دي ان هو ما عنديش ال اتش سيرجز او سبايكس خلاص فبالتالي بقى عندها انوبيليشن فعندها هايبر استروجينيك ستيت بس هو كل ده استرون استرون ويك بس اكسسيف ان اكسسيف اماونت فبرضه خلى عندها هايبر استروجينيك ستيت بلس ان احنا عندنا بريفيرال كونفرجن ده بيزود الهايبر استروجينيك ستيت بيزود الاسترون وبيزود الهايبر استروجينيك ستيت وقلنا كمان ان هو اللاكتين ده في الاوبيز بيعمل لنا يعني انكريز الريزيستنس للانسولين فبالتالي ممكن تخش مننا في دايابيتس فهو ده الباثوفيزيولوجي بتاع البي سي او هدي لك بتاعه البي سي او تشتكي من ايه عيانه البي سي او هتيجي تشتكي من ايه ها اوليجومينوريا ايه كمان انفيرتيليتي ايه تاني هرشيتيز ايه تاني ممكن يعني ممكن احتمالات انها تشتكي ايه احتماليتها انها تشتكي من فقلت ممكن تشتكي من امنوريا من اوليجومينوريا ان المنسس بقت بعيده عن بعضها من هرشيتيز ايه كمان فانت دايبيتس ممكن تجيلك بدايبيتس وتروح لدكاتره البطن
بطن اساسا ما تجيلكش انت اصلا. ها الريجولر سايكلز بالظبط كده. فهي دي كلها شكاوي. طبعا مش كاتباهم ليه؟ لانه في حاجات كتير قوي ممكن تستنتج منها اللي احنا بنقوله. ما احنا كلمه انوفيليشن يعني الريجولر سايكلز كويس، وممكن يبقى الماس فيست، وممكن تبقى امينوريا، يعني دي كلمه انوفيليشن. هايبر اندروجينيك ستيت هيرشيتس، ممكن تشتكي من هيرشيتس. طبعا انوفيليشن برده ممكن تشتكي من انفيرتيلتي. فليها شكاوي كتير. هاي ار جوينج تو كونفيرم او تو دايجنوز او تقول لها فعلا انت عندك بي سي او يا مدام او يا انسه. ها الالتراساوند بيكتشر. ايه الالتراساوند بيكتشر بتاعتنا يا دكاتره؟ زي ما احنا شايفين كده الالتراساوند بيكتشر كنا شفناها حتى المره اللي فاتت. الالتراساوند بيبقى عندنا بريفرالي ارينجد فوليكلز، كلها سمول فوليكلز، كلها سمول فوليكلز زي ما انا رسمه كده على البورد، بتبقى زي النيكلس ابيرس بريفرالي ارينجد فوليكلز. فوليكلز صغيره كلها حجمها صغير جدا، حجمها من 3 ل 10 ملي. 10 ملي هي الدومينانت فوليكل حجمها قد ايه؟ 20 ملي. فدي عمر ما واحده منهم توصل للدومينانت. ما بتوصلش ليه؟ ما احنا عندها اندروجين. فالميديم ده انفيفربل، ده انت محتاج ان هو استراديول، استراديول عالي كمان في الدومينانت فوليكل. فهي اساسا مفيش، ما عندناش القصه دي. فهو دايما بتلاقيهم سمول بريفرال ارينج، والستروما هي اللي دانس ستروما في النص، بيبقى فيه دانس ستروما وهي اللي فعلا بتعمل سكريشن اكتر او بتزود الاندروستين دايون. وعندك بريفرال ارينج فوليكل او نيكلس ابييرنس، فبنسميها دي اللي هو الدانس ستروما مع بريفرال ارينج سمول فوليكلز كلها ما بتزيدش عن 10 ملي، بنسميها ادمز كرايتيريا. يبقى الالتراساوند فيكتشر اللي احنا بنحبنا في روتردام كرايتيريا دي اللي هي النيكلس ابييرنس والانكريز الدانس ستروما والبريفرال ارينج فوليكلز اللي هم بنقول عليهم ادمز كرايتيريا. فاول حاجه في الدايجنوستس ممكن بالالتراساوند فيكتشر. هل ده انف؟ لا. ايه كمان بقى؟ هرمونال بروفايل زي ايه؟ ال LH وال FSH في day 2 هلاقي ايه في ال FSH وال LH؟ ال LH اعلى. اول حاجه هلاقيها ال LH اعلى من ال FSH، عشان كده لما اتكلمنا على physiology of menstrual cycle قلنا مهم الانتربريتيشن بتاع ال FSH وال LH. طبيعي ان يبقى ال FSH اعلى. لو لقيت ال LH اعلى ده معناها ان انا I am diagnosing PCO مع الالتراساوند بيكتشر. يعني انا عملت الالتراساوند بيكتشر وقلت لها روحي اعملي لي ال FSH ال LH، لقيت ال LH عالي، يعني ده بيكونفيرم ان هي عندنا انوفيلاتوري، لان طالما عالي وما بيوصلش للسبايكس وما بيعمليش الاوفيليشن يبقى ده عالي. ايه كمان عشان كونفيرم الانوفيليشن؟ البروجستيرون في الـ 21 هلاقيه ايه؟ اقل من القليل او اقل من كام يعني؟ اقل من 5 نانوجرام بير مليليتر. في التكست بوك بتقول لنا 3، كتابنا بيقول 5 نانوجرام، الاثنين صح. اقل من 5 نانوجرام بير مليليتر عشان يانديكيت ان هي فعلا انوفيلاتوري. ايه تاني ممكن الاقيه؟ اندروجين. مش بنقول هايبر اندروجينيك ستيت، فاعمل الاندروجين ليفل هلاقي ان عندي الاندروجين ليفل عالي سواء التوتال او الفري. طب اخبار الدهيه ايه هنا؟ عادي، مالناش دعوه بيه، ده مش ادرينال، مش كده؟ ده اوفيريان باثولوجي وليس ادرينال باثولوجي. فلو جيت تعمل هنا الدهيه هتلاقي ان هو نورمال، ما تاثرش لان الادرينال ما فيهاش حاجه. المشكله عندي في الاوفري، فهتلاقي التوتال عالي، الفري عالي كويس، لكن هتلاقي الدهيه نورمال. فبالتالي انا مش بتكلم على ادرينال كوزز، انا بتكلم على اوفيريان كوزز. خلاص، فاحنا لو جينا نعمل اللابز اللي احنا بنعملها، يبقى اول حاجه قلتوها التراساوند بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، ثاني اللي هي النيكلس ابييرنس والادمز كرايتيريا. بعد كده اتكلمنا على اللابس. اللابس ايه؟ من اول داي 2 لو عملت الداي 2 هلاقي ال LH هو اللي اعلى من الاف اس اتش. تاني حاجه لو عملت بروجستيرون في داي 21 هلاقي الليفل بتاعه اقل من 5 نانو جرام بير مليلتر، ده بيكونفيرم فعلا ان هي انوفيلاتري. لو جيت اعمل الاسترون لو جيت اقيس الاسترون هلاقيه عالي بالظبط. لو جيت اقيس مثلا اندروستين دايون عالي بالظبط كده. احنا بنقول الاندروستين دايون وبيحصل له بريفرال كونفرجن، هو اساسا عالي وبعدين بيكونفرت للاسترون اللي هو عالي. طب الاسترادايول قليل بالظبط كده. فانتوا كده اي هرمون يقولوه لكم كويس. طب الانسولين ليفل عالي هو نورمال، بس هو في ريزيستنس. فلو جيت تعمل اللي هو الريشيو ما بين الجلوكوز للانسولين هو ده اللي هيبقى عندك. ايه ده انا عندي انسولين كتير، طب ليه الجلوكوز برده عالي كده؟ لانه في ريزيستنس. فالانسولين ليفل لوحده مش هيديك حاجه، لكن بتعمل الريشيو جلوكوز وانسولين هتلاقي ان هو اذا الجلوكوز عالي بالرغم ان عندي انسولين عالي عشان في ريزيستنس للنورمال ليفل اوف سيركيليتنج انسولين. وانس انك عرفت الباثولوجي سهل عليك تانتربريت اي حاجه هو يقولها لك. يعني مش لازم تكون ما ايه ده انا ما قريتهاش في الكتاب، اصلها جت بره الكتاب. حضرتك هو انت المفروض انك انت تعمل اناليسز وابلكيشن للنولج بتاعتك. انت عارف النولج، ابلايت على
اي هرمون يقوله لك او يكتبه لك، مش لازم ان هو يبقى يعني لازم تبقى موجوده في الكتاب بالظبط عشان تجيلي. انت شخص جامعي، ده حتى بتوع المدارس دلوقتي بقى لازم يبقى عندهم ابلكيشن. طيب في كمان ممكن باللاباروسكوب، بس اكشلي اتس انف، احنا مش محتاجين نعمل لاباروسكوب تو دايجنوز بي سي او. انت وانت بتعمل لاباروسكوب فور اني ريزن ممكن تشوف بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، لكن انت مش لازم، اتس نوت ا جولد ستاندرد تو دو لاباروسكوبي تو دايجنوز بي سي او، لان حتى بالروتردام كرايتيريا اهو انت كفايه عندك الانوفيليشن هي جايه لك بريجولر سايكلز وكده، او عملت لها بروجستيرو لقيته اقل من 5 في 8.1، او جايه لك بهايبر اندروجينيك ستيت اللي هو هيرشيتيزم وكده، او عملت لها توتال وفري تستوستيرون لقيتهم ان هم عاليين، وعملت الالترا ساوند بيكتشر سجستيف اوف. فانت مش محتاج خالص انك انت تعمل لاباروسكوبي تو دايجنوز بي سي او. طب ليه بنقوله؟ عشان لو شفته، لو انت بتعمل فور اني ريزن لاباروسكوبي ولقيت البيكتشر سجستيف اوف بي سي او اللي هي شكلها ايه؟ الشكل ده يا دكتور، شايفين ده بوستيرير ولا انتيرير اسبيس اوف يوتروس؟ ليه قلنا بوستيرير؟ عشان الاوبرز موجودين بالظبط كده، طالما الاوبرز موجودين يبقى ده بوستيرير اسبيس اوف يوتروس، لو لقيت الراوند ليجامنت يبقى ده انتيرير اسبيس اوف يوتروس، فده بوستيرير اسبيس اوف يوتروس. اخبار الاوبرز ايه؟ هو المفروض ان النورمال سايز اوف ذا اوبرز قد ايه؟ 1 في 2 في 3 سنتي. طب واليوترس السايز بتاعه؟ انشز. 1 في 2 في 3 انشز، فيعني ده السايز بتاع اليوترس 2.5 مره اكبر من السايز اوف اوبري، ده نيرلي قد بعض، كل اوبري اكنه قد اليوترس، فبالتالي انكريز الفوليوم او السايز بتاع الاوبري، حاليا الاوبري فعلا شكلهم كبير. طب وبعدين اخبار السيرفس بتاعه، يعني ده صوره وده اللاباروسكوب فعلا، بصوا اخبار السيرفس بتاعه ايه؟ هو ده النورمال سيرفس اوف ذا اوبري؟ النورمال سيرفس اوف ذا اوبري بيبقى ايه؟ بيبقى بالظبط كده، في جايراي او كوريجيشنز او منين؟ ليه بتيجي الحاجات دي؟ ليه لما بتيجوا تقسموا الاوبري بتعملوه كده؟ ها؟ رابتشر اوف فاليكل، ستيجما اوف اوفيليشن، ستيجما اوف اوفيليشن، كل شويه بيحصل كل شهر رابتشر للفاليكل، رابتشر للفاليكل، رابتشر، فبيبقى في ستيجما اوف اوفيليشن. طب اخبار الستيجما اوف اوفيليشن عندنا هنا ايه؟ مش موجوده، ما هي انوفيلاتري، دي كرونيك انوفيليشن، كرونيك انوفيليشن، عشان كده مفيش الستيجما، مفيش الجايراي دي، في سموث سيرفيس، سموث سيرفيس اوف ذا اوفري. ليه؟ لان احنا ما عندناش الاوفيليشن، مش بيحصل الستيجما اوف اوفيليشن، فبالتالي بتلاقي سموث سيرفيس اوف ذا اوفري، او حتى بيسموها اويستر شيل ابييرنس. ايه الاويستر ده؟ لا نعام بالظبط كده، الاويستر، اويستر بيضة النعام، بيضة النعام صغيره ولا كبيره؟ العادي كده اكيد اكبر من الفرخه، يعني اللي شافها طبعا هيعرف انها كبيره كويس، فكبيره وسموث سيرفيس، طبعا سموث دي بيضه عاديه فسموث سيرفيس، فعشان كده بيسموها اويستر شيل اج ابييرنس، اويستر اج شيل ابييرنس، لانه هي فعلا بتبقى زي بيت النعام، يعني بتبقى كبير الاوفري كويس وسموث اوت لاين، سموث سيرفيس ليه، لانه ما فيش الستيجماتا اوف اوفيليشن دي موجوده. فلو شفت البيكتشر اوف اويستر اج شيل ابييرنس باللاباروسكوبي هتبقى بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، اللي هم لارج سموث اوت لاين ومفيش عندنا اي ستيجماتا اوف اوفيليشن. فده بالنسبه ليه؟ مش دلوقتي الساعه 9 هم عايزين صح؟ لا تقلق قبل كده. عايز مايك؟ لا 8:30 ماشي، ما تقلقش الساعه لسه 28. طيب ده بالنسبه ليه الدايجنوزس بتاعنا، يبقى الدايجنوز ديبندنج على السيمتومز اللي هي تجي لك بقى سيمتومز او عن اوفيليشن اللي زي ريجولر دكاتره هو في ايه، ما بلاقيش الكتب بتتلم، ده لسه بدري قوي ماشي، ده لسه حدي ده امتحان وهصححه، فاحنا لسه فدلوقتي عندنا السيمتومز بتاعه الانوفيليشن سجستيف اوف انوفيليشن زي الريجولر سايكلز، والسيمتومز سجستيف اوف هايبر اندروجينيزم زي الهيرشيتس كويس، وتعمل الالترا ساوند تلاقي الالترا ساوند بيكتشر، فدول انف تو دايجنوز بي سي او. عملت لابراسكوبي فور اني ريزن هتلاقي الاويستر اكشال ابييرنس. تريتمنت اوف بي سي او بالظبط كده، لاسقط ولما تجي لك بنوته بتشتكي من بي سي او او لقيت دايجنوز بي سي او فيها، طب ده حظنا حلو ان هي لسه صغيره، فهي شي از نوت سيرشنج فور بريجننسي دلوقتي، قدامنا وقت انها تخس وما تقعدش بقى ان هي لا لسه هخس، اما حضرتك ما لسه اديكي برده ميديكيشن بسايد افكتس، يعني ما هو قدامنا وقت، فلو سمحتوا فعلا لاسقط ده هو الاساس، لاسقط معاه على طول بدي مع لاسقط ده ايه؟ انسولين سنسيتايزنج، عشان بتخاف ان هي يجي لها دايبيتس اللي هو الميتفورمين، انسولين سنسيتايزنج، لوس اوف ويت انسولين سنسيتايزنج، ده الانيشال، انيشال ثيرابي، ده بسم الله الرحمن الرحيم، لوس اوف ويت وميتفورمين، خلاص؟ ايه تاني؟ اوسي بيس، افرض هي عايز تحمل، هتيجي اوسي بيس؟ بالظبط، بعد كده تريتمنت اوف ذا كومبلين، احنا بنقول سيمتوماتيك تريتمنت، ما
ما انا ما عنديش تريتمنت اوف الايتيولوجي، مش كده ولا ايه؟ ما فين الايتيولوجي؟ هو الايتيولوجي لصق ويت، خلاص هدي لها لصق ويت ونسكت. طب ما هي شيز كومبلين لحد ما تلصق ويت، لحد ما تجي لك بلصق ويت هنعمل ايه؟ ما هي شيز كومبلين. فبالتالي لحد ما يحصل هذا اللصق ويت يبقى انت هتعمل سيمتوماتيك تريتمنت لحد ما يحصل اللصق ويت اللي هي عايزاه او الاوبتيمم، بحيث ان هو وعلى فكره كل ما تخس هي ان شاء الله خسرت 2 3 4 كيلو هتلاقي ان هو ابتدى سايكل ستريجريت، يعني هتلاقي الدنيا ابتدت فعلا تتحسن. فهو فعلا الاوبتيمم يعني ممكن نقول تريتمنت اوف ذا اللي هو لصق ويت وخلاص فول ستوب ونقفل على كده. ايوه بس هي ممكن تبقى جايه لها وهي متجوزه وعايزه تخلف وسنها كبير وبتاع، فهتبقى برده قلقة. فانت محتاج مع انك تقول لها البيز لاين بتاعنا لصق ويت انك انت تعملها سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك فور ايه؟ فور ذا كومبلين فور ذا سيمتومز. يعني لو هي جايه بتشتكي من الريجولار سايكلز هاو تو ريجوليت بالظبط كده او سي بيز. ليه؟ لان الاو سي بيز هتعمل انهبيشن للي فوق ده، هتشتغل بريفرلي. بريفرلي ازاي؟ هي هتشتغل بروليفريت ما تديها او سي بيز اللي هي اسرع من البروجستيرون كويس، فهو هتنهبت السايكل اساسا وتبتدي ان هي تبروليفريت الاندوميتريون. يعني الاستروجين والبروجستيرون اللي انت بتديه في البيلز دي بتعمل حاجتين، اول حاجه تاكت انها انهبيشن اوف ذا سايكل اوف ذا اكسس، وتاكت بريفرلي على اليوترس ان هي تعمل بروليفريشن 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 للاندوميتريوم لحد ات سيرتن تايم. بروليفريشن طبعا وانت مدي معاها بروجستيرون عشان تكمبيت الهايبر بروليفريتيف ستيت بتاع الاستروجين ده لحد ات سيرتن تايم اللي هو ايه سيرتن تايم ده تو ميمك ذا نورمال سايكل اللي هو بدي 21 يوم واوقف بعد 3 4 5 ايام هتنزل لها منسس. فبالتالي انت يو ميمك ذا نورمال سايكل. الاو سي بيز بتعمل لنا ويزدرول بليدنج. امتى هيحصل البليدنج؟ لما انت تويزدرول هرمونز، عشان كده احنا بنقول عليه بيحصل لها ويزدرول بليدنج. لو انت اف يو ويزدرول هرمونز او الاو سي بيز بعد 5 ايام هيحصل لها بليدنج، بعد 5 ايام بعد 14 يوم هيحصل لها بليدنج، بعد 14 يوم بعد 21 يوم هيحصل لها بليدنج، بعد 21 يوم بعد 3 شهور هيحصل لها بليدنج، بعد 3 شهور. فبالتالي انت يو ار ريجوليتنج. فبالتالي بين ريجوليت زي النورمال سايكلز اللي هو 21 يوم وبعدين توقف عشان بعديها بيومين ثلاثه تنزل لها السايكلز. فاي يو وانت ريجوليت ذا سايكل ذا اوبتيمم ثينج تو ريجوليت ذا سايكل ويز هو الاو سي بيز. اكتر حاجه بتريجوليت لان انت يو ار كنترولينج، بتديها وبتسحبها تديها وتسحبها. امتى تديها وانت تسحبها؟ هم اساسا 21 حبايه تاخد كل قرصه في نفس اليوم في نفس الميعاد كل يوم كل يوم كل يوم لمده 21 يوم توقفها. خلص الباكج بتوقفها بينزل عليها دوره، تبتدي تاني من خامس يوم لنزول الدوره تاخد برده او سي بيز او سي بيز. فانت كده عندك خمسه مع ال 21 بقوا 26 يوم يومين لتنزل الدوره، يعني فعلا هتحجلها الدوره كل 28 يوم اكزاكت. فاو سي بيز لو هي جايه لك بالريجولر سايكلز. طب لو هي جايه بهرشتزم اللي احنا قلنا بقى كيبروتيرون اسيتيت مش عارف فايرون ولاكتون، يعني الحاجات اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها في الهرشتزم. مع طبعا لصق ويت، احنا قلنا نمبر 1 هو لصق ويت لكلهم لصق ويت بلس تريتمنت اوف ذا كومبلين. كومبلين اللي هو ايه؟ لو هو كومبلينج اوف ايريجولار سايكلز يبقى او سي بيز، كومبلينج اوف هرشتزم يبقى الميديكيشن بتاعه الهرشتزم، كومبلينج اوف انفيرتيليتي ريدكشن اوف اوفيليشن لان هي مشكلتها ان هي ان اوفيلاتري باي ايه؟ هو الاكسس موجود ولا مش موجود؟ يعني هي فانكشنينج فانكشنينج بس مش بروبرلي. فبالتالي ممكن ان انا ارجليت لازم محتاجه اتش ام جي اي سي جي لا كلاميفانسي فريت از اوبتيمم لان ممكن قوي دي يجي لها او اتش اس اس او هايبر ستيميليشن سيندروم. فبتبتدي فعلا بكلاميفانسي فريت. احنا بندي كلاميفانسي فريت يا دكاتره من دي 2 اوف ذا سايكل لمده 5 ايام. بتدي كلاميفانسي فريت من ثاني يوم لنزول الدوره لمده 5 ايام. مينيمم دوز كل 12 قرص كل 12 ساعه. واحدة الصبح واحدة بالليل او قرص كل 12 ساعة لمدة 5 ايام عشان ان تبتدي ان تجرو الياكت على البيتيوتري. فبالتالي تبتدي الفوليكلز دي تجرو. فبتدي كلوميفانس فريت. جربت شهر، جربت شهرين، جربت ثلاثة ما حصلش ريسبونس، ساعتها هتقول فيلير اوف ذيس دوز اوف كلوميفانس فريت. تاني وركزوا معايا لان فيل كلوميد ده مهم قوي. امتى اقول فيل كلوميد؟ خلاص فيل كلوميد او فيل كلوميفانس فريت ان انا بدي الكلوميد ده هو بنديه من تاني يوم لنزول الدوره لمده 5 ايام، يعني تاني يوم تالت يوم ربع يوم لمده 5 ايام خلاص. فهو دي الطريقه اللي بدي فيها، بدي قد ايه الدوز بتاعته؟ قرص كل 12 ساعه. فعملت كده السايكل دي وتابعت الحمل ما حملتش، اجرب السايكل اللي بعدها بنفس الدوز برده ما حملتش، اجرب السايكل اللي بعدها بنفس الدوز اللي هم قرصين ما حملتش، يبقى كده في ذيس دوز اوف كلوميد اعمل ايه؟ ازود السايكل اللي بعدها اخليها 3 اقراص، يعني قرص كل 8 ساعات لمده 3 شهور بالظبط كده 3 شهور.
لازم 3 شهور. شفتوا قد ايه بنبقى خايفين من الاوشس اس؟ يعني قد ايه احنا ماشيين فيري جرادوال. اوعى تبتدي بالماكسيمم. ايه ده؟ هو ايه الماكسيمم دوز اوف فلومين اللي انا اديها؟ 5 اقراص. 5 اقراص كمان دي الماكسيمم دوز. عمرنا ما بتبتديها بكده خالص. بروجستيرون واحد، بروجستيرون مش عارف ايه، مالكش دعوه. خلاص انت بتبتدي لان يو كان نيفر اكسبكت الريسبونس بتاع الست هيبقى ايه للكلومين ابدا. ممكن قوي على القرصين دول يجي لها واتش اس اس. خلاص فانت لازم تمشي فيري جرادوال، فيري جرادوال في الكلوميفان سيتريت اللي انت بتدي فور اندكشن اوف اوبليشن. اللي هو ازاي اندكشن اوف اوبليشن باي كلوميفان سيتريت؟ ان هو الدوز بتاعته المينيمم دوز، ما فيش حاجه اسمها قرص، هو قرصين لان هو الهاف لايف بتاعته 12 ساعه، فما ينفعش انك انت تديها قرص اكنك ما اديتهاش حاجه. فبتديها من تاني يوم لنزول الدوره لمده 5 ايام قرص كل 12 ساعه. خلاص لو ما حملتش الشهر الجاي نفس الدوز يا مدام، معلش كيوميوليتيف افكت، ونقعد بقى سايتوثيرابي وكده عشان تتقبل انه يبقى شهرين وثلاثه على السيم دوز. ما ينفعش كم اعلي الدوز 3 اقراص لمده 3 شهور، ما ينفعش 4 اقراص لمده 3 شهور، ما ينفعش 5 اقراص لمده 3 شهور، ما ينفعش. تيجي بقى كده لا انت جي بي مالكش دعوه بالاتش ام جي دي خالص، تروح جايب ريفيرال المحترم كيس اوف بي سي او از دايجنوز باي تك تك تك. ما انت عارف كويس قوي الدايجنوز بيتعمل ازاي. فيلد ريسبونس اوف كلوميد، طالما قلت فيلد كلوميد يبقى هيبقى فاهم ان انت جربت معاها الكلوميد من اول المينيمم دوز وجرادولي انكريزنج افري 3 مانس لحد ما وصلت للماكسيمم دوز اللي هو 5 وفيلد ريسبونس اوف كلوميد تو كلوميد. يبقى هو بقى بتاع وتريفير لاي اف سنتر بتاع الاي بي اف سنتر او سبيشالايزد في النساء او دكتور جاينيكولوجيست يعني سبيشالايز معاه شهاده دبلومه ماجستير دكتوراه في النساء لان انت جي بي هو ده اخرك الكلوميد ما تديش اتش ام جي. هو بقى يبتدي يديلها اتش ام جي ليه؟ لان هو لو حصل له اتش اس اس انت ممكن ما تقدرش تديل مع الكومبليكيشن فما تديهاش غير كلوميد. طب لو فين هتروح بقى للسنتر ده يديلها اتش ام جي. الاتش ام جي دكاتره من اسمهم هيومن مينوبوزال جونادوتروفنز. هيومن مينوبوزال جونادوتروفنز ايه اليوم المينوبوزال جوناتروفنز ده؟ بنجيبها من اليورين اوف مينوبوزال فيميلز. ليه؟ لان في الاف اس اتش عالي، ما هم عندهم الاف اس اتش عالي في الدم فبينزل في البول. فبنجيب اليوم المينوبوزال جوناتروفنز ده بنعمله بيوريفيكيشن عشان نقدر ان احنا نعديه فنجيب انجكشنز ونحقن بيه الستات. طب اليوم المينوبوزال جوناتروفنز ده في اف اس اتش بس؟ لا وال اتش كمان. فاليوم المينوبوزال جوناتروفنز ده كل امبول بتاع اليوم المينوبوزال جوناتروفنز فيه 75 يونت من الاف اس اتش و75 يونت من الال اتش. تفتكروا هذا اليوم المينوبوزال جوناتروفنز لما تدي له واحده اساسا عندها بي سي او هيعمل لها ايه؟ ده هي الال اتش اصلا منتين ده عالي وانت اديت لها ال اتش كمان زياده ده هتخش منك في اتش اس اس على طول. فعشان كده في طريق في نوع تاني من الاتش ام جي بيبقى بيوريفايد عملوا له بيوريفيكيشن شالوا منه ال LH خلوها يونت واحده ما قدروش يشيلوا هذه اليونت فضلت برده لسه موجوده. فهو البيريفاي ده فيه 75 وحده بتوع ال FSH ومعاهم وحده LH. طبعا احسن من اليوم المينوبوز لوحده لانه في LH وحده واحده. الاحسن والاحسن بقى ان هم بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي حاجه جينيتك انجينيرنج وكده عملوا FSH من غير ولا وحده لل LH. فطبعا اتس اوبتيمم انك انت لو في الكلوميد بتاعه البي سي او انك انت تعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن بالريكومبيننت اف اس اتش. الريكومبيننت اف اس اتش لان هو ما فيهوش ولا وحده من ال اتش فبالتالي هتمينيمايز خالص الريسك بتاع الاو اتش اس اس اللي هي ممكن تخش فيه لان هو السبب بتاع الاو اتش اس اس هو الانكريز ال اتش. فهي اوريدي عندها انكريز ال اتش فما ينفعش ان انا اعمل لها كمان ستيميليشن باندكشن اوف اوفيليشن بال اتش. طب انا كده هدخلها في ايدي في او اتش اس اس فبالتالي احسن الكلوميد لو فيلد ريسبونس تو كلوميد هضطر اديها اتش ام جي بس بلاش ال اتش ام جي نفسه ولا كمان البيريفايد اكسبكتد تو جو فور الريكومبيننت اف اس اتش لان هو ما فيهوش ولا وحده من ال ال اتش فبالتالي هيديكريز الانسنس ان هو يحصل لها واش اس اس. فدي لو هي جايه بتشتكي من انفيرتيلتي. في كان تريتمنت كان بيتعمل ايام شاين وليفنتال كويس انا كاتباه نمبر 3 يعني كانوا فاكرين انه الستروما الكبيره قوي دي انا لو عملت لها كوترايزيشن انا هقتل الستروما فبالتالي هقتل الثيكا سيلز اللي بتسكريت اكسسيف اندروجين. طب انت كده حد يقدر يشاور لي على الثيكا سيلز؟ لا. فهي بتتعمل الاوفيريان دريلنج، دريلنج دي اللي هو بتعمل كوترايزيشن عشان تعمل نيتروزس لهذه الثيكا سيلز. كنترا اللي مش عارفه ليه ما بيشتغلش لو مقرب منها. كونترايزيشن شايفين الاوفيريان دريلنج
عمياني يعني بندخل كوترايزيشن نقتل السيلز على امل ان تكون هذه السيلز هي اللي بتسكريت اندروجين. طبعا انت ممكن قوي تقتل تعالى الاوفيريان ريزولف ان لما تعمل القصه دي وفي نفس الوقت طب هو هيحصل فايبروزس ويتعمل لها ادهيجنز فتدخلها في تيوب الاوفيريان فاكتور بينفيرتيلتي فاكتشولي محدش بيعمل اوفيريان دريلنج ده عشان كده انا كاتباه لكم لاست ريزورت وحواليه اكسات وبتاعات يعني لسه شايل الكتب الحقيقه يعني بس هو لاست ريزورت اللي هو انت لو ما لقيتش حاجه مش قادر يعني كله خلاص وما نفعش او وهي كمان شيز لين خسي ايه ما اقدرش اقول لها خسي ما هي اساسا اللي هو ريزيستنت بيس اقول قلنا عليه اللي هو التريتمنت بتاعه بيبقى فيري ديفكت لان اساسا الثيوري دي ما تتطبقش عليها فبالتالي امبيريكال تريتمنت بقى جرب اي حاجه معاها يمكن تنفع خلاص فهي دي اللي ممكن بتجرب معاها قصه الاوفيريان دريلينج اللي هو بتقتل فيها الستروما او بتعمل كوترايزيشن للستروما بتاعه الاوفريز عشان ان هو على امل ان هي تكون دي تقلل الاندروجين سكريشن فبالتالي ما يحصلش السيركل اللي احنا بنقول عليها دي. فده بالنسبه للتريتمنت بتاع البي سي او. في سؤال في التريتمنت بتاع البي سي او؟ لا مفيش حاجه وصلت ان هي في دراج او ميديكيشن يعمل كده الا لو انت مثلا هيدوها حاجات دايتري وكده عشان تخس برضو يعني فاهم لكن مش ان هو تارجتنج اللاكتين ان هو يعمله انهيبيشن. اوكي مش المفروض نعمل الكومبنسيت ريت دي حاجه تقلل لي الليفيتد مش عامل مشكله في السايكل ما هو يعني هو انت الهدف بتاعك عايز تزود الاف اس اتش هو لكن هتقلل ازاي ال اتش مفيش حاجه دراج يشتغل على ال اتش ان هو يقلل ال اتش فانت عايز تليفيت الاف اس اتش عشان على الاقل تمنتين الريشيو فبالتالي تقدر انك انت يحصل ماتوريشن للفرق ما يبقاش ان ال اتش هو اللي واخد الابر هاند وعامل لك الاندروجين اكسسيف تفضل برضو الفرق تقدر تجرو مع الاكسسيف اف اس اتش فبالتالي يبقى عندك استراديول يعمل لنا ال اتش سيرج مع المنتين هاي ليفل بس على الاقل يبقى في عندك سيرج فيحصل الابر يعني تعلي الجرو على حسب ما الاف اس اتش ياخد الضربات بالظبط كده بالظبط كده.